السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنديروا واحد الحلوات لاكريم اللي كتجي لذيذة بزاف وسهلة للمبتدئات. نبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنايا الفورص على حساب الخالق، كاس ديال سنيدة، ربع كاس ديال الزيت، ما يكونش عامر بزاف. عندي واحد الباني وخمارة واحدة ديال الحلوة، ثلاثة ديال البيضات. هي سهلة لي بالنسبة للمبتدئات، راه جينواز سهلة. بسم الله. وعندي هنايا هاد الكريمة اللي غنطربو، راه حلوة. وغنزيد سنيدة. غنزيد سنيدة ونضربو بها مزيان بحال هكا، تتبان لكم كروات. وتزيدوا ربع كاس ديال الزيت. ونزيد الفانيا وحده. وندير الدقيق على حسب الخليط. وتخلطوها مزيان. صافي درت انا غير هاد الفرص، ها هو هاد الفرص شاطليه، بس غير شويه حيت هاد الجينواز كتجي خفيفه. وغندير خماره وحده ديال الحلوه. نجيب المول انا غنديرها في هاد المول، نتوما ديروها في المول اللي يعجبكم. درت ليه هاد الكارت هذا حيت محلول من الداخل، وانا درت ليه الكارت. نتوما ديرو في الدائر ولا اللي بغيتو. وغندخلها للفران حتى طيب وتبرد ان شاء الله. ونرجع معكم. وعندي هاد الإناء هذا، ندير فيه النص ديال هذا. هذا إطرو، ما غنديرش إطرو كله، غندير غير النص. دابا نص إطرو اللي درت، وغنطربو بالتراب. غنطربو بالتراب ونرجع معكم إن شاء الله ملي نطربو ونرجع معكم. هيا الحلوة، هيا جينواز خرجتها من الفران.
وخليتها حتى بردات. وعندي هاد الزريعة هادي ملونة باش غنزوق الفويتين، وعندي كاس ديال الحليب وهاد الوريضات. وهي الكريمة ديالي طربتها مزيان، وعندي كراميل. بغيتو نتوما ديرو كراميل ديرو، بغيتي ديرو الشكلاط ديرو، انا نتكفى غير بهاد الكراميل غنزوقها. المهم نجيب الحلوى نقطعها، اللي ما كيعرف يقطعها بالموس يقطعها غير بالخيط، اللي ما كيعرف يقطعها بالموس يقطعها بالخيط. ان شاء الله نبدا نعطيكم الافكار في الحلويات ديال عيد ميلاد، ان شاء الله غنعطيكم الافكار. هيا اللي خافت قطع عليها كيما قلت لكم ديروها بالخيط، ضروري نسقيوها، سقيوها بالحليب ولا السير والماء والسكر والحمض، ديروهم حتى يغلاو وتسقيو بهاد الحلوى. هذه للمبتدئات اللي يلاه كيتعلموا الحلوات لاكريم، هذه اقتصاديه بزاف وسهله، غير يديروها في ديورهم ولا بغاو يشريوها غتقام عليهم غاليه شويه، ولكن ولا صيبوها في الدار كتقام عليهم رخيصه طبيعه الحال. صافي سقيتها مزيان، صافي غندير الفرن. هاد الكريمة نهز وندهنها، والمقادير ديالها نخليوهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. ها هي دهنتها وغنلبس ليها المول. هي لبس ليها نيت المول ديالها، نيت لي فاش حيدتها. تدهنوها مزيان هكايا باش تقاد ليكم الفورمه ديال هاد الكادر هذا. صافي وديروا واحد اخر الطريف، واحد اخر كتبان ليكم، وتحطوها بحال هكا وتوركوا عليها، ضروري توركوا عليها. راه ضروري من هاد العملية هادي هاكا توركو. صافي نستمر بهاد الطريقة هكا، صافي
تقدوها مزيان بحال هكا. صافي نخليكم واحد شوية ونرجع معكم ان شاء الله. يلا حتى نقدها ونرجع معكم. ها هي وغندير ليها هاد الفويتين في الجناب، كنتمنى تبان ليكم مزيان. هيا راه ساهل، راه ما كتحتاج كاع المجهود. كتبان ليكم يا سهلة. حتى نسالي ونديرها في التفصيل. وعندي هذا الزواق هذا، وعندي الكراميل هذا. بطريقه مفهومه عندي الكراميل. بغيتو نتوما تذوبوا الشكلاط، ذوبوا الشكلاط في حمام مريم، وتزيدوا ليه كاس ديال الكريم باتيسي كريم. هذا الكريم اللي طربت، الكريم هادي ولا هولالا، ولا خذوا منه كاس ودفيوها شويه ولحوا فيها الشكلاط، داك الشكلاط النوع مزيان، وتذوبوها مزيان وتكبوها فوق منها. انا دابا عندي غير هادي، هاد الكراميل انا غنزوقها غير بالكراميل، نتوما الاختيار. بغيتو تشريو هاد القريعه ديال الكراميل حتى هما زوينين، انا كيتباعو في قلم 260 ومع 300 ريال، زوينين. ها هي سهله للمبتدئات. درت ليها بحال هكا، وغندير ليها هاد الوريضات. هيا هيا التورته ديالي حلوه الكريم، ساهله اقتصاديه. كنتمنى تعجبكم. غنقطع لكم واحد الطريف، هيا رطبه، هيا نديرها في التويسير باش شتو الداخل ديالها ورطبه. هيا رطبه راه بحال ديال الزنقه، بحال تاع الباتيسريات الكبار. شتي جينواز اللي صيبت. كنتمنى تعجبكم.
السلام عليكم. ترى وصفه اخرى ان شاء الله وغير جربوها، راه والله العظيم ولا شريتوها راه كتقام غاليه، ولكن ولا صيبتوها هكا في الدار لوليداتكم راه ما غالياش، ما كتقامش بزاف. ونتمنى تعجبكم. السلام عليكم. ترى وصفه اخرى ان شاء الله.